الورق عبارة عن ألياف بنفكها بالمية وبنعيد نسجها وترتيبها من جديد، ألياف طولية وعرضية، وطبعاً سحب المية من الورق هو أساس الصناعة بشرط تقليل التكلفة في عمليات التجفيف على مراحل زي السحب والقشط، وكله بيتم بدرافيل وعصارات عملاقة. العالم كله النهاردة الحرب في صناعة الورق على كميات الدشت اللي داخل عملية التصنيع. يعني انت عندك كل طن و400 كيلو دشت بتطلع لنا طن ورق قابل للاستخدام. ازاي نقلل كمية الدشت اللي داخله وتكلفة التصنيع؟ تكلفة تصنيع البخار والغاز كل الكلام ده تكلفة كبيرة عليا. زي ما قلت سيادتك، لو اي مستثمر ارسل ايميل بمنتهى البساطة لاي شركة صينية هتبعت له مشروع الورق، وده مش هيشتغل. ولو اشتغل في اقرب ازمة هيقف، هيكون من اول الناس اللي السوق المصري بيضحك. حتى لو بعتوا له فنيين من عندهم وهم اللي ركبوا بايديهم وضربوا الناس. ليه يا فندم؟ لسه بقول سيادتك، انا بقترح عليك نتيجه الخبرات للمهندسين المبيعات في مجال الورق، احنا محتاجين مشروع شكله ازاي، محتاجين ورقه منتجه من عندنا من المشروع شكلها ازاي. وبالتالي بقدر اعمل سيستم بعدها، بتواصل مع الشركه بتاعتنا اللي احنا وكلاء ليها بره، شركات صينيه وفي شركات من اوروبا بنتواصل معاها. انا محتاج تحضيرات من اول خط التحضير بمواصفات 1 2 3 4 بالنقاط الاتيه، ومحتاج مكنة ورق بالمواصفات والنقاط الاتيه. بقدر اجيب، اولا سيادتك قلت طن و400 كيلو دشت، صحيح. انا بعترض على هذا الرقم تماما، ولا مشروع من المشاريع بتاعتنا تم بواحد وثلاثة من عشرة. حتى احنا وصلنا دلوقتي 1.2 وبنحاول نوصل ان شاء الله ل1.1 دشت. ده مشروعات الورق في مصر حاليا. بالفعل يا فندم، ولكن احنا بنحسب في دراساتنا على 1.3. ده ليه يا فندم؟ وصلنا ل1.2 ازاي؟ نتيجه ان احنا عملنا ستوك بريبريشن سيستم اس بي بي بكواليتي عالي جدا، ومعمول له انجينيرنج، عرفنا ندير سيستم كويس، معانا مهندسين متخصصين جدا، وبالفعل قاموا بتركيب مشاريع اللي بالفعل احنا بالفعل وردناها قبل كده، ومعانا بعض الخبرات الهنديه وبعض الخبرات الصينيه، ومعانا خبرات من فنلندا استشاريين لينا عشان نقدر نعمل سيستم. بقترح على الشركه في الصين اللي احنا وكلائها، يا فندم انا محتاج ستوك بريبريشن، تحضيرات بالمواصفات الاتيه اللي تنقي الدشت اللي هو الخام اللي داخل، الماده الخام اللي داخله المراد اعاده تدويرها، تنقيها واقدر استخلص منها اكبر كميه الياف، وما يبقاش عندي ويست ولا هالي كتير في ميه الصرف. بص يا فندم، ده الجزء الاولاني، ده مرحله الهيب بوكس، بينزل هنا العجين، ده الواير. الجزء الاول ده انا بسحب هنا بالجاذبيه الارضيه، بعد كده المرحله دي كلها القشط، هنا قشط، ثم الجزء الاخير ده صناديق شافت، وبعد كده اخر مرحله فاكيوم كوترول، نسبه شافت عاليه جدا لو في الدرفيل ده، في اخر درفيل. بتخرج من هنا كام بقى؟ 29% دراينس، نسبه جفاف 29% تقريبا. مهندس، امتى اعمل مصنع ورق وامتى اعمل مصنع كرتون؟ وهل من الافضل التكامل، يعني نعمل مصنع ورق يصنع الورق اللي ادخله بعد كده جوه مصنعي في صناعه الكرتون؟ مصنع الكرتون ومصنع الورق، السؤال ده بنساله كتير جدا. هو الاثنين هم ولاد عم، هم الاثنين يعني كتكلفه قريبين جدا من بعض، ولكن انشاءات مصنع الورق اكبر بكتير ومكلفه عن انشاءات مصنع الكرتون. مصنع الورق انا ببيع ماده اوليه، فبالتالي سهل في تسويق المنتج النهائي. مصنع الكرتون ببيع مش مادة أولية، ببيع صندوق تم تصنيعه، مارجن البروفيت فيه كويس مريح، بس لو في غلطة في الطباعة أصبح هالك، أصبح دشت طبعا، ريسكه عالي. لو سألت حضرتك على أبرز المشروعات اللي حضرتك عملتها في قطاع صناعة الورق أو الكرتون، يبقى مشروعات إيه؟ إحنا الأول شغالين من 2004، أنا في المجال من 2004، بعد ما خرجت ما اشتغلتش في أي مجال تاني خلاص، هو مجال ده بس، الورق والكرتون. يعتبر بدأت الشركة قائمة خاصة بيا من 2017 بتوفيق ربنا عز وجل، يعني حزنا على قبول وثقة، قبول ثقة كبار العملاء في مصر، على رأسهم طبعا مثلا مطابع الشوك، الشوك الحديثة للطباعة والتغليف، وده من أكبر الكيانات اللي موجودة في الدولة طبعا، مصنع بدار العبوات الكرتونية، مطابع صحارة، مطابع محرم،
بالفعل مطابع الهيئة عمل كتاب مطابع انترباك بتعيد تطوير كل خطوط انتاجها. في بعض المصانع بتحتاج انها تضيف عشان ترفع الانتاجية، في بعض المصانع بتحتاج انها تطور، في بعض المصانع بتحتاج مشروع ترميكي يعني from A to Z من الاول خالص. مثلا مصانع سمارت المهندس محمد عاشور، انترباك السيد الفاضل الاستاذ مصطفى الشيمي، الاندلس استاذ فاضل استاذ عماد. لا يعني الحمد لله يعني عندنا مجموعه عملاء طبعا، استاذ شريف معلم يعني، فلا طبعا عاملين الحمد لله شغل كويس بتوفيق ربنا وثقه العملاء فينا يعني بصراحه.